على السي اس اس وانتخابات السي اس اس. بعد بشويه باش يكون معنا السيد سلمان بن رمضان، واحد من قائمه المترشحين في قائمه المنصف اخر مره، لكن قبله باش يكون معنا، موجود معنا حاليا بالتليفون السيد جوهر الحلواني، ايضا مترشح لرئاسه السي اس اس. سي جوهر اهلا بك. اهلا سي اسلام، مرحبا بك ومرحبا بكافه المستمعين معي. مرحبا بك سي جوهر. دونك لو كنت تحكي لنا اكثر على الترشح نتاعكم للانتخابات، هل ترشح مفاجئ شويه تبع ندخل في التفاصيل؟ والله الحقيقه هو مفاجاه بالنسبه للبعض، اما بالناس القراب لنادي الصفاقسي ما كانش مفاجاه، خاطر احنا الباب الترشحات تحل لاول مره وما ترشح حد، وسي منصف خميخم كيف ما ترشحش، دونك تعاود ترشح تحل ثاني مره. احنا مجموعه صحيح يقولوا علينا صغار في العمر، مي احنا مجموعه عندنا برشا افكار، عندنا ناس تخدم معانا، خممنا باش نترشحوا، لقينا النادي السياسي ماشي في ثنيه ماهيش باهيه كيما نشوفوها احنا وكيما نحبوها احنا، دونك هذاك علاش خذينا القرار هذا اللي هو ماهوش قرار سهل صحيح، مي احنا ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه وقدرة ربي باش نكونوا قد المسؤوليه. جدي نفهم من كلامكم الترشح هذا؟ نعم جدي معناها ترشح، سامحني في السؤال. نعم جدي بيان سور. تطمحوا لرئاسه السي اس اس وتدخلوا الانتخابات معناها كل شيء؟ بيان سور، احنا باش نكملوا جوسكو بو وماشيين باش نربحوا في الانتخابات. ما فهمتش الحقيقة ديجا على كلمة جدي. أي. سمعتها في برشا إذاعات، علاش يقولوا جدي واحد يقول فلكلوري؟ ما لا أي باهي خلينا نفهمك، مثلا كان سمعتنا في الجزء الأول كان بحثنا أشرف العوادي من أي واتش، كان ترشح لقائمة انتخابات الجامعة، ترشح رمزي نقولوا ماهوش جدي برشا، فهمتني؟ على ذاك قلنا بلاش ترشح نتاعكم رمزي خاطر ما حب يتقدم حد للانتخابات، شنو الهدف منه بالضبط؟ على ذاك سألنا السؤال، معناها شكون يقف وراكم؟ شكون يدعم فيكم؟ برنامجكم المالي خاطر تعرف باش واحد يشد فريق كبير كما السي اس اس في حجم نادي الصفاقسي لازم فلوس، لازم علاقات، لازم نتصور هذا شنو برنامجكم ليه؟ شوف احنا كيما قلت لك احنا راهو ترشح جدي وماشيين جوسكو بو باش نرقوا، فماش علاش لا فولكلور ولا ترشح هكاك معناها قدمنا قائمه ولا شيء. احنا صحيح صغار في العمر 34 ما نتصورش صغير برشا، خاطر 34 فما وزراء في معناها دول عظمى تحكم في وزارات كبيره، فما شركات كبيره في العالم يحكموا فيها ناس عمرهم ما بين 30 و 40 سنه. عندنا افكار، عندنا برامج، عندنا ورانا جمهور النادي الصفاقسي، اللي نحب نفكرك اللي النادي الصفاقسي عندها شبكة سوسيوس اللي هي الشبكة الوحيدة في تونس اللي فيها 10,000 منخرط. جمهور النادي الصفاقسي ماهوش كان للفيراج وللدخلات والكل، جمهور النادي الصفاقسي كل ما استحقه الفريق تلقاه ديما يدعم فيه. المنخرطين سوسيوس كل شهر رغم الكوفيد ورغم الأزمة الاقتصادية الموجودة في البلاد، كل شهر ينحي من جيبه موقوت صغار وموقوت عائلته باش يدعم النادي الصفاقسي. بالفلوس هذوكم شرينا الكا، عندنا دي بانو بيبليسيتير ملكنا احنا ما نكريوهمش كيما جمعيات اخرين، دونك هذوما زاد يدخلونا فلوس. عندنا اليات في النادي الصفاقسي ماهيش مستغله كوم الفو. في النادي الصفاقسي نحب نفكرك في اسلام عندنا شركه اسمها سي 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 لمدة تو عندها أكثر من 6 سنين. الشركة هذه تنجم فما جمعيات أخرى في تونس وجمعيات كبيرة حبت عملت بروجي على 10 سنين و9 سنين باش توصل تعمل شركة. احنا الشركة هذه موجودة، إن فوا نستغلوها نجموا نعملوا بها معناها مشاريع تجارية مربحة وتنجم تدخل برشا فلوس للنادي الصفاقسي. هذا بالإضافة اللي عندنا هيكل أخرى كيما الهيئة العليا للدعم اللي هي مجمدة عندها 4 سنوات. الهيئة هذه فيها ناس تبارك الله بساميهم في الاقتصاد التونسي، عندهم تاريخ في التسيير. هذا من الناس احنا حكينا معاهم وما زلنا باش نقعدوا معاهم وباش نحسوهم بمسؤوليتهم التاريخية باش نحاولوا نرجعوا النادي الصفاقسي لمجده
والبلاصه اللي نحبوها احنا يوصل لها ويكون فيها. نحب نستوضح من عندك سي جوهر، هل صحيح انه فما شكون وراكم مدعمكم وهو اللي دز القائمه هذه يقال انه صلاح الدين الزحاف وراكم مثلا؟ لا لا لا، احنا في المسيره بعاد على الناس الكل، احنا نحترم الرؤساء القدامى الكل، نحترم اي واحد خدم قبل في الكوميتي السوتي نتاع النادي الصفاقسي. احنا معنا الفيراج، معنا اولاد النادي الصفاقسي، معنا جماهير النادي الصفاقسي، معنا الناس اللي تحب تشوف النادي الصفاقسي الفوق. احنا في الاربع سنين الطويله مالوريزمون ما نحسوش النادي الصفاقسي هذاك هو اللي نحبوا عليه، وهذاك علاش كما قلت لك لا معنا سي صلاح الدين زحاف، لا معنا سي لطفي عبد الناظر، هذا من الناس كل احنا نحترموه، خدمة النادي الصفاقسي بارك الله وفيهم، حتى سي منصف راهو خدم نجح وما نجحش، هيك النتائج ديجا تعرفها الناس الكل، مي احنا في المسافة بعاد على الناس الكل، وباش نقعدوا معهم الناس الكل ونحاولوا نحسسوهم كما قلت لك مسؤوليتهم التاريخية، ونعاودوا نرجعوا نخدموا مع بعضنا الهياكل الكل، من هيئة الدعم، من الهيكل السوسيور، من الهيئة المديرة، باش نخدموا مع بعضنا وين فوا نخدموا ويرجع ترجع الثقة بين الناس الكل. فما حد ما يعطيش للنادي الصفاقسي، وفما حد يقول لا للنادي الصفاقسي، وين فوا نتلموا الناس الكل، قوتنا راهو في وحدتنا. نعاود نقول وين فوا نتلموا الناس الكل، راهو نرجعوا للنادي الصفاقسي كيما نحبوا احنا وما يوقفنا حد. معناها نفهم من كلامك ما فماش حزام مالي وراكم، فقط عندكم افكار معملين على الجمهور السياسي هكا؟ اي بيان سور، احنا ما عندناش حزام مالي، مي هي الكره سبونسورينغ وماركتينغ. الناس الكل احنا عندنا دي سبونسور قدم هربوا من النادي الصفاقسي، كونتاكتيناهم باش نحاولوا نرجعوهم. عندنا دي سبونسور، دي دوسير تاع دي سبونسور جدد حاضرين زاده. عندنا في الماركتينغ زاده مالوريزمون في النادي الصفاقسي توا ما عادش نعرفوا كيفاش نبيعوا، حتى قبل كنا نجموا نجيبوا ملاعبيه ونباعوا وبعد نجموا نسوقوهم، توا ما عادش قاعدين نسوقوا في ملاعبيه، قاعدين ننفسخوا في عقود الملاعبيه، وبعد يشكيوا بينا وعندنا خطايا قاعده تجي. سامحني سي جوهر، اكيد مطلع اكثر مني انت وقريب السيتياسيون اكثر مني. توا رؤساء الانديه صعوبات كبيره قاعدين يعيشوا بها، اكيد الناس الكل تسبق من عندها وبعد تسترجع، حتى سبونسورينغ ولا الحاجات الاخرين اللي حكيتهم مش من الاول يجيو الفلوس، يبطاوا شويه سيرتو مع السيتياسيون توا في الشركات في تونس كل شيء. عندكم باش تسبقوا انتم باش بعد تسترجعوا؟ عندنا عملنا دين ويو في المجالات الكل. احنا صحيح ترشحنا تسعه من الناس، ما عندنا كنوريك انا لي جروب دي ديسكسيون اللي نحكيو فيهم، عندنا مئات الاشخاص اللي هما ينجموا يسيروا الدوله التونسيه مش النادي الصفاقسي في المجالات الكل، دي فينونسي، دي زيكسبير كونتابل، دي بانكي، اللي هما ينجموا يعاونوا وينجموا يخليوا النادي الصفاقسي يخدم مرتاح. واضح، شكرا. والناس الكل راي انا معناها نشوف معناها حتى تو سي سلمان من بعد يجي وتنجم تساله كيف تساله انت العامين الجايين منين مش يصرف، خاطر انت الوضعيه اللي حتى اللي من بعيد مش من قريب في النادي الصفاقسي تو يقول لك النادي الصفاقسي ست شهور الاداره ماهيش خالصه وعملت اضراب بجمعتين، الملاعبيه ماهمش خالصين، بعض منه يترينا تو مع النادي الصفاقسي وشاكي بالنادي الصفاقسي. نعرفوش كل هذا واضح هذيك صحه سي جوهر. معناها الوضعيه الماليه صعيبه، احنا ما عندناش وضوح كامل على الوضعيه الماليه، خاطر مالوريزمون الجلسه العامه العاديه الاخيره ما تمتش المصادقه على التقرير المالي، هذه حاجه زاده اللي خلات الضبابيه موجوده على مي فما دي بلون داكسيون تعملوا، وحتى نشوفوا ليتا دو ليو باش نجموا نعطيكم برنامج واضح وشامل يخلينا نرجعوا النادي الصفاقسي للوضع اللي نحبه. واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك السيد جوهر الحلواني، واحد المرشحين لرئاسة النادي الصفاقسي.